السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، إليكم الموجز الأخباري لهذا اليوم. منظمة بدر ممتعضة، مئات العوائل الكردية تتوافد إلى كركوك للتسجيل في التعداد. وزير التربية يوجه رسالة للفرق التربوية: المشاركة في التعداد، أنتم كما عهدناكم أهل للعمل الدؤوب. حظر تجوال التعداد السكاني يدخل حيز التنفيذ في العراق ولمدة يومين. السودان يجري اتصالا ببعثة منتخبنا الوطني في مسقط. كاساس عن الفوز على عمان، انتصار مهم في مباراة صعبة. ميسان اصاب الطفل برصاص المحتفلين بفوز المنتخب الوطني. اليكم تفاصيل الاخبار. كشف مسؤول منظمة بدر فرع الشمال محمد مهدي البياتي يوم 24 تشرين الثاني 2024 عن توافد مئات العوائل الكردية من أربيل والسليمانية إلى كركوك بهدف التسجيل في التعداد السكاني. وقال البياتي في بيان إن هذا التحرك يعد مؤشرا واضحا ورسالة إلى الكتل السياسية والنظام السياسي في العراق بأن مشكلة كركوك لا يمكن حلها عبر مواد دستورية فقط أو فرض أمر واقع. وأضاف أننا لا نتحسس من وجود أي مكون في كركوك، ونحترم كل مكونات العراق، ولكن نعتقد أن مثل هذه الإجراءات قد تؤثر سلبا على التعايش السلمي واستقرار المدينة، خاصة ونحن نعيش منذ 11 شهرا بحالة عدم اكتمال نصاب حكومة كركوك. وجه وزير التربية إبراهيم نامس الجبوري يوم 24 تشرين الثاني 2024 رسالة إلى الفرق التربوية الجوالة: المشاركة في التعداد العام للسكان. وقال الجبوري في بيان: إلى الفرق التربوية الجوالة في عموم محافظات العراق: المشاركة في التعداد العام للسكان، كلنا ثقة بأنكم ستؤدون مهمتكم الوطنية بكل جدارة ودقة، فأنتم كما عهدناكم أهل للعمل الدؤوب. وأضاف: اليوم موعدنا مع أهم خطوة حكومية تضمن لكم مستقبلا زاهرا وتمكنكم من تحقيق الاستدامة على وفق الاستراتيجية الموضوعة للارتقاء بمستوى الخدمات، مؤكدا أن التعداد السكاني العام هو ضمان للجميع، لذا نأمل منكم بذل الجهود وتقديم الأفضل حتى ختام حملتنا من أجل خدمة الوطن والمواطن العراقي. دخل حظر التجوال الخاص للتعداد السكاني يوم 24 تشرين الثاني 2024 حيز التنفيذ في العراق ولمدة يومين. إن حظر التجوال الخاص بالتعداد السكاني دخل حيز التنفيذ مع بداية اليوم الأربعاء في العراق ولمدة يومين. وقررت السلطات العراقية في أيلول الماضي فرض حظر التجوال في عموم محافظات العراق يومي 20 و 21 تشرين الثاني الحالي لإجراء الأحصاء السكاني. وأعلنت اللجنة الأمنية العليا الخاصة بالتعداد السكاني الاثنين حالة الإنذار جيم خلال يومي حظر التجوال في العراق، فيما كشفت أن الصيدليات ومحال المواد الغذائية والمخابز في المناطق السكنية مستثنات من حظر التجوال. أجرى رئيس مجلس الوزراء محمد الشياع السوداني مساء الثلاثاء 19 تشرين الثاني 2024 اتصالا هاتفيا مع بعثة المنتخب الوطنية المتواجدة في العاصمة العمانية مسقط، وذلك عقب الفوز الذي حققه على نظيره العماني في المباراة التي جرت الثلاثاء ضمن تصفيات آسيا المؤهلة إلى كأس العالم 2026. وقدم السوداني بحسب البيان لمكتبه التهنئة للاعبي المنتخب والكادر التدريبي ووجه بتكريمهم، كما ثمن جهود الاتحاد العراقي لكرة القدم محث اللاعبين على بذل كل الجهود من أجل الفوز في المباريات المقبلة والحاسمة من التصفيات وتحقيق تطلعات الجماهير الرياضية في التأهل للمونديال القادم. وأكد السوداني دعم الحكومة للمنتخب في استحقاقاته القادمة، لا سيما بطولة خليج 26 الشهر المقبل في الكويت، وإسناد مهمته الوطنية في رحلة التأهل لنهائيات كأس العالم. وصف مدرب المنتخب الوطني خيسوس كاساس يوم الثلاثاء 19 تشرين الثاني 2024 الفوز على منتخب عمان في التصفيات المونديالية بانتصار مهم في مباراة صعبة. وقال كاساس في المؤتمر الصحفي: انتصار مهم ومباراة صعبة كما توقعنا، وسعداء كون الأداء كان أفضل من المباراة السابقة وامتلكنا الكرة بشكل أفضل، والقادم سيكون أصعب من المباريات المتبقية ونتطلع لتحقيق الفوز دائما.
وأضاف الحلول في كرة القدم مختلفة، وكل لاعب عليه أن يشعر بالمسؤولية وأهميته في الفريق، وهذا هو حال كرة القدم. لو لم نفز في مباراة اليوم ربما لتعرضنا لهجمة بسبب التشكيل، وبكل تأكيد لم نلعب بتشكيل المواجهة الماضية نفسه، ولكل مباراة ظروفها. وهنأ الحارس أحمد باسل على أدائه بالرغم من وصوله متأخرا معنا، لكنه قدم مبارتين بشكل جيد جدا. أفاد مصدر أمني يوم الثلاثاء 19/20/2024 أصاب الطفل بإطلاق ناري في محافظة ميسان من قبل المحتفلين بفوز المنتخب الوطني على عمان ضمن التصفيات المونديالية. وذكر المصدر أن الطفل أصيب بمنطقة الساق برصاص المحتفلين في منطقة دور النفط وسط ميسان. وفاز المنتخب العراق 1-0 على ضيفه العماني خلال المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الثلاثاء ضمن منافسات الجولة السادسة من المرحلة الحاسمة بالتصفيات الآسيوية المؤهلة لكأس العالم.